مشاهدينا ما حد ينكر أن التاكسي الجوال سهل على الكثير من المقيمين في مشاويرهم، لكن بالمقابل أصبح وجود أعداد كبيرة من هذه التكاسي على مدار 24 ساعة في الشارع. ومو بس كذي، يمكن البعض يشوف أن هالأعداد المبالغة من سيارات التاكسي الجوال هي اللي ساهمت في الزحمة واختناق الشوارع. في المقابل أصحاب مكاتب التاكسي الجوال يشوفون أنهم مظلومين وعندهم أيضا مشاكل وما حد ملتفت لهم. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. تتمتع دولة الكويت بسهولة التنقل وتنوع المواصلات، ومن أبرز وسائل التنقل في الكويت التاكسي. علشان كذي تجد الكثير من مكاتب التاكسي اللي تساعدك على التنقل في سهولة ويسر من مكان للثاني داخل الكويت. احرصت جميع هذه المكاتب على تعيين سائقين على دراية عالية بكافة مناطق الكويت، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من السيارات اللازمة لتغطية احتياجات كل مستخدمين التاكسي. وعلى الرغم من وجود اتهام مباشر موجه إلى قائدين تاكسي الجوال إنهم سبب رئيسي في اختناق الشوارع والزحمة بسبب الأعداد الهائلة والعشوائية اللي قاعدين يمارسونها، البعض يتهم أصحاب مكاتب التاكسي الجوال بأنهم أيضا شركاء باللي قاعد يصير بعد ما قاموا يأجرون التكاسي من الباطن. وأيضا في اتهام آخر يقول إن هذه التكاسي في من يستغلها في أمور المخالفة للقانون. وفي المقابل نسمع عن الكثير من المعاناة اللي واجهها أصحاب مكاتب التاكسي الجوال من المخالفات اللي تعرضون لها من الداخلية والشؤون، وعلشان اضطروا ينشئون رابطة لأصحاب مكاتب التاكسي الجوال. معلومات كثيرة نحتاج نتعرف عليها أكثر مع ضيفنا بالاستوديو. إذن مشاكل التاكسي الجوال اللي لهم واللي عليهم، هذا نقاشنا راح يكون مع رئيس رابطة أصحاب التاكسي الجوال مطلق العدواني وخالد المطيري، وهو عضو الرابطة، وأيضا زميلهم بدر الشريكة أيضا عضو في الرابطة. حياكم الله. الله يحييك. ليش ما حد راضي عن التاكسي الجوال والكل يتحلطم عليكم؟ بالعكس، التاكسي الجوال خدمة للبلد. طبعا في بلد ما فيها تاكسي ما يصير الكلام هذا. وانت تكلمت تقول الزحمه. اعداد التاكسي بالكويت 10,000 سياره تاكسي. هذه يعني هذا عدد رسمي عندك؟ الرسمي بالمرور هذا. نعم. والسيارات الخاصه فوق 1,100,000 سياره. شو الشكل 10,000 سياره بالنسبه لمليون و100 سياره؟ نعم. فمو هو ذاك الزحمه، بس انهم تواجدهم في المناطق الحيويه هو اللي شو تقول الزحمه، يعني كنت تطلعين بشويه عندكم هني ما تلقين تاكسي. بس مجمعات تجارية والأسواق لازم وجودهم حتى يقدمون الخدمة هذه نفسها. خالد، احنا عندنا مشكلة في البلد هنا، احنا نشوف بس نشوف السلبيات ما نشوف الإيجابيات. شلون؟ يعني احنا نشوف سلبيات تاكسي الجوال، زحمة ومسبب مشاكل ومو منظم، بس انت تاكسي الجوال شو مسوي في البلد؟ لو اللي احنا لو نصدر يوم نوقف تكاسينا يمكن نص عمال الكويت يغيبون ما يداموا. بساطة المواصلات ما تلحق. ما تشوفون الايجابيات هذه؟ ما يشوفون الناس، يشوفون السلبيات. صدق ينقصنا شويه تنظيم. نعم. لكن الموضوع يعني يبي شويه تضافر جهود، شويه يعني اجتماعات مع المرور. تنظيم مثل شنو؟ يعني مثلا تنظيم اليات العمل بالسيارات نفسها يعني. يعني مثل ما احنا السايق عندنا ترى شغله 12 ساعه. 12 ساعة عمل. هذا مو ضد القانون؟ مخالفين قانون العمل الدولي كله احنا. هذا اعتراف؟ ايه اعتراف، وزارة الشؤون تخلينا كذي. شلون؟ يعني عندنا 30 سيارة. ال 30 سيارة بالرخصة الواحدة تشتغل كم؟ تشتغل 24 ساعة. فأطلع عليها سايق 12 ساعة 12 ساعة. يعني المفروض السيارة الواحدة يصير لها عدد 2 سايق 3 سايق عشان طبيعة العمل، لو تقسمين ال 24 ساعة على 3 ورديات بالضبط 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات لكل سيارة. لا، كل سيارة سايق. سايق واحد. سايق واحد. فانا مشاكلنا مع الشؤون مع اجهزه الوزاره. هذه نقطه راح ارجع لها مهمه جدا. اخ بدر، تاكسي الجوال لما صدر قانونه ورخصنا فيه، هذا قضى على ظاهره تحميل السيارات الخصوصي. كان في سيارات خصوصي تشيل ركاب. صحيح. زين، وهذه ظاهره مخالفه. انزالت بتاتا، مو موجوده. زين، بالعكس ما في بلد ما تخلى من تاكسي ويؤدي خدمه للمواطن وللمقيم. نعم. زين، بس في مشاكل، ناس ما تكلم، تفضل اخوي خالد، تواجهنا من الداخليه والشؤون،
الدخل يمكن تنقصهم بعض نحتاج منهم يوفرون مصافط وبارك للتحميل والتنزيل للركاب طبعا في الاموال في الاسواق نفسه معمول فيه في الدول الخليجيه. زين؟ نعم. ونحتاج من الشؤون يعني نفس ما تفضل اخوي خالد العماله. العماله يعني كل سياره فيها واحد. كل سياره عليها ساعه ونفس ما 12 ساعه. هو بشكل عام عفوا كل مكتب ايش كثر مسموح له يكون عدد من تقريبا التكاسي؟ تقريبا 30 سياره. 30؟ 30 سياره. حد اقصى حد اقصى. وانتم ملتزمين ب الترخيص التجاري ترخيص تجاري للمرور يعطيك 30 سياره فقط ما يقدر السائق نفسه يعني كما قال اخوي بدر قضينا على تحميل الركاب والسائق نفسه قبل لا يركب التاكسي فحص طبي فحص جنائي كل شيء نفحصه عشان يؤدي الخدمه هذه يكون السائق مر على ثلاث جهات في الفحص نفسه فالسائق ما يركب التاكسي الا يكون يعني مر فحص طبي وفحص جنائي كل الامور اللي تسبب يعني امور راحه عند الراكب ما عندنا اي مشكله وياه. نعم لكن هل صحيح ان اغلب اصحاب محلات تكاسي من الضباط؟ لا مو صحيح. غير صحيح. غير صحيح. هذا اتهام. لا هذا شماعه متهم شماعه. الضباط الداخليه اصلا او ما يرخصون له لانه موظف دوله مو صحيح الكلام هذا. هذا شماعه من زمان نسمعها احنا عندنا تقريبا 520 ترخيص تاكسي جوال. نعم. نعرف كل ملاك التكاسي هنا ما في احد ضابط مر ولا حد يمكن الرجال هذا مثلا عنده ترخيص اخوه ضابط ما له شغل اخوه بالترخيص ماله زين هل هناك خلينا نقول ايضا في اتهام اخر ان انتم ما تلتزمون بالعداد السواق يعني طبعا انا اقول لك من موضوع العداد الوزاره الداخليه مو ملتزمه معنا فيه شلون؟ وزارة المواصلات التجارة مو ملتزمة بعد. التعرفة مالت العداد. اي بالضبط خلينا نشرح للمشاهدين شو التعرفة مالت العداد غير مجزية للسيارة ولا تجي قيمة استهلاك الوقود مال السيارة أصلا. نعم. نروح وزارة الداخلية ما لنا شغل، نروح وزارة التجارة ما لنا شغل، أنا السايق عندي لما ما يلتزم بالعداد لا تلومينه بعد. بيقول والله أنا ما لي شغل بعد. يعني بيطلع من الشويخ لغاية السالمية 400 فلس. بس مواصلات ما يطلع بالقيمة هذه. نص المسافة وقود 200 فلس وقود نعم شفايته هو ما حد راضي يسمع وزارة الشؤون احنا نوجه كلامنا حق الاخوان اعضاء مجلس الامة ورئيس مجلس الامة كلمناه كذا مرة على الموضوع هذا نعم موضوع الشؤون الدكتورة هند الصبيح تحولنا على جمال الدوسري جمال الدوسري يحولنا على مساعد زي والله انتم معاكم حق ومظلومين والعكس احنا معاكم واحنا ضدكم انتم اخواننا طيب وقع كتابنا عطنا عماله خلاص ان شاء الله نعرضه على اللجنه واللجنه هذه من 2014 ما ندري شنو صار فيها. راح جمال الدوسري وراح وكيل وزاره المرور وتغيرت الدنيا وما ندري شنو ممكن يجي وزير داخليه جديد وحنا على طمان المرحوم. نعم. ما في ما بلد الوضع اللي احنا فيه البلد ينقص صاحب قرار. ما في احد قابلناه مسؤول عنده قرار بصراحه. اذا انتم شايفين ان هناك ظلم في التعريفه. اكيد ظلم واضح. اخ بدر مشاكلكم مع وزاره الداخليه كثيره. نعم. شنو اهمها؟ اهمها تنظيم الشارع اللي هو الباركن هذا اهم شيء لان السائق لما ينزل زبون نعم. يعملون له مخالفه تعمد عرقله السير التعمد هذه يترتب عليها نقطتين مخالفه نقطتين النقطتين طبعا بس هي مخالفه زين نعم. غير صحيحه ماده 172 نعم. من قانون المرور يسمح لسائق الاجره التحميل والتنزيل على اقصى اليمين اقصى اليمين حلو. طيب اذا انت ما وفرت لي مصافط زين ما وفرت مجبوره نزل السايق يعني بنفس المكانات هذه اللي هي الاسواق يجي يخالفون على الاسواق هذه مو دائما فيها باركينج فيها يعني باركن بس ليش ما ينزل التاكسي بالباركن مال التاكسي بالباركن ما في في باركن للجميع بس احنا نطالب في باركن موقف خاص لسيارات الاجره مثل الباصات يعني مثل الباص لمكان نفس باركن الباص باركن التاكسي بروح خاص له نعم مكتوب باركن مخصص سيارات الاجره للتحميل والتنزيل احنا ما في والنقطتين هذه سايق لما يصير عليه 14 نقطه خلال السنه تنسحب اجازته لمده ثلاث شهور. ثلاث شهور. بس انت ايضا ما يعني على اساس نكون منصفين ايضا سواق التكاسي يسببون مرات ربكه بالشارع يلف فجاه على اساس يشوف واحد مثلا يبي محتاج التاكسي تلاقيه يلف على الناس اللي بالشارع كلها عشان يوصل له بدون ما يلتزم بالامور هذه يحذف السياره حذف على الجنب هذا شو سببها اختي؟ هذا لانه ما خصصوا لنا مكان معين ما في ثقافه حتى عند
الانسان اللي ياخذ تاكسي لو في مكان معين سايق السياره اللي خلفك راح يحسب حسابك نفس الباص الحين، الباص يوقف في اي مكان. بس الباص عنده نقاط معينه يوقف فانت تحترم موقفه، انت تحترم موقفه، بس انا من اي مكان لازم اشيل، فلو يخصص لي مواقف معينه تحاسبني عليها. فانا الزبون بالشارع واقف باي مكان واقف ايش اوقف له؟ ليش ما يحط مكان مخصص للزبون نفسه؟ حتى ما تصير ربكه اللي قلتي عنها هذه. ما تصير ربكه، اذا صار مكانك مخصصه للتاكسي ما تصير ربكه. بس هو راح يقول للزبون نزل هني ينزله، بس لو في مكان معين ادبيا يقول ما اقدر انزلك هني، انزلك قدام عند الموقف مال التاكسي. فمجبور يوقف اي مكان يقول له، لان ما في مكان مخصص للتاكسي. انتم كاصحاب او بالرابطه حاليا، هل يحاسب السائق التاكسي على المخالفات اللي هو يخالفها؟ اي نعم. غير خلينا نقول الداخليه، بس كاصحاب مثلا مكاتب يحاسب، نسحب سياره منه ونوقفه عن العمل ويفصل ويفصل عن عمله. الحين سائق التاكسي نعم بالبلد مقدم خدمه، اول شيء تركيب التاكسي تلقى اسمه موجود، اسم الشركه موجود، تلفون موجود، يعني حتى المفقودات اللي التاكسي احد يدقين عليه ويجيبها لك، يقدم خدمه للبلد مي طبيعيه. فالجماعه لازم يرتبونه حتى يبين وجه حضاري له، يعني يخليه كذي مشكله. ولا في تعاون من الداخليه نفسهم، الداخليه ما في تعاون معنا، لو في تعاون مع الداخليه يا اخي احنا نسوى نفس دول الخليج جنبنا، يعني اي مكانات مخصصه للتاكسي وانت وتحاسب على الموقف هذا. نزل زبون خالفته، صعد زبون خالفته، زين عندك مكان بديل للامر هذا؟ ما عنده مكان. فقاعد يخالفه عشوائي كذي. يعني مخالفه تحميل ركاب، تنزيل ركاب في مكان، زين في مكان مخصص؟ ما في مكان مخصص، يا وين نزله؟ وديه اياه البيت يعني؟ نعم. هذه المشكله اللي صايره في الشارع. احنا شوفي احنا طلبنا من زمان في المواضيع هذه وتكلمنا مع المرور. يمكن الناس تجهل او تنسى بعض الامور اللي تصير بالشارع، يعني حتى اهل المرور او رجال المرور اخواننا هنا، يعني مو ناس غرضوا عنا. ممكن واحد ينسى، جل من لا يسهو يعني. فاحنا جيناهم كذا مره من 2007 اجتمعنا ويا شو اسمه اللي هو ثابت المهنا وسوينا محضر اجتماع، ونفس الموضوع اللي نتناقش فيه الحين، شنو مطالبكم يا شباب؟ قلنا له نبي مواقف حق التكاسي علشان يكون السياره مرنه بالشارع. لما يروح السائق التاكسي يوقف على اليمين في باركينج خاص ما يضايق الشارع، فحتى الناس لما تمشي تشوف باركينج تاكسي توخر عنه عشان ما تسكر الزحمه. صحيح. فقالنا خلاص اجتمعنا وقعدنا وياهم حضر اجتماع، حولونا على اداره عندهم اداره هندسه المرور. نعم. هذه مختصه بالتقاطعات وايش تبون كذا كذا، سوي مخططات وهذا كتاب ندزه حق المجلس البلدي علشان يخصصوا لكم مواقف. ورحنا مجلس البلدي وقدمنا الكتاب ونزل من 2007 لحد الان ما جانا رد من مجلس البلدي. ما خصص مواقف، وكل ما يجي مدير مرور نفس السالفه هذه، راحت السالفه ما في احد عنده قرار او انه يقول والله هذا الموضوع. احنا مدام خلينا نقول تكلمنا شويه عن مشاكلكم اللي انتم تعانون منها، ايضا يقولون هناك يعني مشكله انتم تعانون منها اللي هي مشكله شراء العداد، انه هو مجبور يعني انتم مجبورين تشترون من شركه واحده وتشتغلون. لا، ثلاث شركات. ثلاث شركات؟ ثلاث مجبورين نشتري العداد من ثلاث شركات. والثلاث شركات هذه محتكره العداد بسعر معين. ب 400؟ 492 دينار. 97 92 يعني. لا هذه ارخص وحده، هذه ارخص وحده 92. هم بالترتيب 492 و95 و97 مع بعض. زين تمام. بس الحين اعتقد طلع عندهم نزلوا السعر لان الكل ركب. بس بعد العداد برا، يعني العداد برا الكويت نعم اقل القيمه الفعليه غير يعني عندنا العداد، فترى انا بالكويت قناه تقريبا 70 ونفس العداد 70 دينار كويتي، فالشركه تجيبه تحتكره وتبيع لنا تقريبا 500 دينار، وبرا الكويت 70 دينار. 70 دينار ب 300 دولار مع البرنت. مع البرنت 300 دولار. وهني تحسبون لنا بكم؟ 1500 تقريبا. يعني يطلع اذا عندك 30 سياره تطلع تقريبا 14000 بس عددات 400% نسبة الأرباح عندهم. نعم. فأنت مجبر يعني تسويها. زين موضوع إجازة السائق أو إجازة القيادة لازم عامة؟ هي لازم عامة. يعني حال سائق تريلا سائق. بالضبط يعني ما يسوق شاحنة هو أو شيء. لا ما يسوق شاحنة، بس قانون المرور ما. قانون المرور. عرضنا الموضوع هذا ب 2012 على وكيل وزارة المرور عبد الله المهنا. نعم. قلنا له الموضوع هذا. إن سواقين عندنا ما يعرفون يسوقون حتى السيارة الصغيرة. وانا ما نخفي عليكم ان نكون صريحين مع المشاهدين، يعني احنا ندخله تراي على سياره معقوله، يعني مو تراي ينجح يشتغل عندي شهرين قال ابي تنازل ابي احول، ما اجبر انسان بني ادم هذا مو عاجب الشغل يطلع مكان ثاني، يطلع باجازته يسوق تريلا هذا. نعم.
ليش ليش يعني كل هذه الامور يمكن هي اللي ادت لانشاء الرابطه اللي انتم مسوينها؟ احنا قاعد نطالب فيها ننظم عمل عشان ننظم عملنا. نعم، شنو اهم اهداف الرابطه؟ لا الرابطه بالنسبه للرابطه قاعدين نرتب امور لمع المرور، يعني احنا تقريبا 500 مكتب بس المرور، هاي مشكلتكم المرور والشؤون الجهات الرقابيه اللي علينا. نعم، فاحنا ترتيبنا نتكلم باسم ربعنا، اغلب ربعنا نتكلم باسمهم، فنوفر على الداخليه والشؤون انهم يدقوا على المكاتب كلها، في القرار يجينا واحنا نعمم عن طريقنا احنا اصحاب المكاتب، وكل الحوار معنا احنا يكون اسهل. نعم، تقدر 500 وتقدر 7-8 افضل. اكيد اكيد، فترتب الامور معهم. الجماعه وعود، كلها وعود، ما في شيء على الواقع، كلها يقول كلامك صح اوكي ان شاء الله، ما في شيء. ان شاء الله الرابطه هذه تؤدي الواجب اللي عليها وتوصلون للاهداف اللي تتمنونها. رئيس رابطه اصحاب التاكسي الجوال مطلق العدواني وايضا الاعضاء خالد المطيري وبدر الشريكه، شكرا لكم على هذا اللقاء. الله يسلمك، مشكوره مشكوره شكرا. حياكم الله. مشاهدينا نطلع فاصل وبعدها ان شاء الله عندنا فقره اخرى.